ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير وشفنا قد ايه الامارات بلد جميله، وشفنا قد ايه دبي مدينه جميله، وشفنا عندهم النظام، وشفنا عندهم احترام القوانين، وشفنا عندهم يعني ايه اسلوب حياه. اصبح القانون ان في عقاب وفي ثواب، وفي هناك القوانين هناك بالنسبه لدبي ليها حسابات كتير، بالرغم ان في 205 جنسيه مختلفه، ولكن كلهم بيخضعوا تحت طائله القانون، وكلهم بيحترموا النظام، وبلد كلها منظمة من جميع المصالح اللي موجودة فيها، وجميع الهيئات اللي موجودة فيها المختلفة، وجميع الجنسيات اللي موجودة فيها. أصبح أسلوب حياة بيعيشوا فيه في نظام محدد في إطار محدد، لذلك أصبحت بلد جميلة زي ما شفناها. وهنشوف مع بعض النهاردة برضو، هنطلع لمحافظة محافظة أسيوط. محافظة أسيوط هنشوف فيها النهاردة واجهة مشرفة، اتنين من مواطنين حبوا ان هم يكرموا السادة القادة والسادة اللواءات الذين قاموا بانتصارات في حرب اكتوبر الفترة اللي هي اللي فاتت. وطبعا دول واجهة مشرفة ان هم يبتدوا ان هم يعرفوا شبابنا يعني ايه كانت حرب اكتوبر، يعني ايه ناس ضحت من اجل ناس تعيش، يعني ايه ناس ضحت من اجل ان احنا نعيش في كرامة ونعيش في بلد بلا استعمار، يعني ايه نعيش دولة حرة مستقلة، يعني ايه دولة تعيش في ظل الجو اللي احنا شايفين فيه. لان في شباب كتير مغيبة ما تعرفش يعني ايه كرامة، ما تعرفش يعني انتماء للبلد، وفي شباب كتير بتحب بلدها، في شباب كتير مخلصين عايزة تشوف بلدها اجمل بلد في الدنيا دي كلها، واحنا بنتمنى ان احنا نشوف بلدنا اجمل بلد في الدنيا كلها. وهنشوف النهاردة قيادات، هنشوف النهارده لواءات ضحت من اجل ان احنا نعيش، ضحت من اجل مستقبل وطن، ضحت من اجل حياه كريمه، ضحت من اجل تعيش مصر حره ومستقله. هنطلع مع بعض نشوف التقرير، وهنسيبكم مع التقرير ونشوفكم بعد كده ان شاء الله. الى اللقاء في حلقه قادمه، لان بيقول لكم اللي بيحب مصر يخاف على مصر، وان شاء الله نشوفكم في حلقات كتير. بس هنخليكم معانا مع التقرير ونشوف ابطال مصر اللي شرفونا، الوجهه المشرفه الحقيقه اللي رفعت علم مصر ورفعت راية مصر. تحيا مصر. نشوف التاريخ مع بعض الأعزاء. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا، وحلقتنا النهاردة هنبتديها من محافظة أسيوط. هنبتدي النهاردة حلقتنا بأبطال مصر اللي ضحوا بأرواحهم فدا الوطن فدا حب مصر، ضحوا بأرواحهم وشافوا انتصارات عديدة، وهنشوف شعور كل واحد فيهم، وهنشوف إزاي إن هم كانوا في قلب المعركة، شعورهم وحماسهم كان ازاي بعد الانتصارات، شعورهم وحماسهم كان ازاي. ونشكر طبعا الاستاذ يحيى الانصاري اللي هو جمع الجمع الكبير ده عشان طبعا يكرم طبعا ابطال 6 اكتوبر وانتصارات 6 اكتوبر وقيادات 6 اكتوبر اللي كانوا موجودين اثناء الحرب من اجل تقدم اجيال، ومن اجل تقدم مصر، ومن اجل ان احنا نعيش حياه كريمه، حياة بلا احتلال بلا اي قيود، حياة حرة، وعاشت مصر حرة مستقلة. احنا سعداء النهاردة ان انتم موجودين معنا في برنامجنا، وسعداء اكتر ان احنا السادة المشاهدين اللي بيشاهدونا هيتعرفوا على حقائق كتير، وهيشوفوا ابطال مصر الحقيقيين اللي ضحوا من اجل مصر ومن اجل تقدم مصر ومن اجل اللي احنا نعيش حياة كريمة. استاذ يحيى بقى قول لي بقى شعورك، وقول لي انت فكرت في الموضوع ده ازاي. يا فندم اهلا وسهلا بكم اولا، وبالاعلام الكبير تامر بسيوني، الرجل دايما الوطن المتالق في برامجه وفي حواراته مع الشخصيات الهامه في مصر. احنا مش بنكرمهم هم، احنا بنكرم انفسنا حقيقة. احنا بنتكرم بوجودهم هم معانا حقيقه. شخصيات ينحني لها التاريخ وتنحني لها كل راس مصريه تحيا على ارض هذا الوطن. لاني انا اللي كنت بسمعه عن اكتوبر شيء من خلال الاعلام، من خلال الافلام، من خلال المسلسلات، لكن لما احتكيت وسمعت ولمست عن قرب من القادة العظام، ابطال العمليات، الناس اللي كانت تحب الموت كما يحب عدوهم الحياة، دي اسطورات. يعني الانسان امام اسطورة حقيقية شهد لها العالم، شهد لها العدو اليهود الصهيوني بنفسه، بطولات يعني بطولات فوق العادة. احنا سعداء بيك وسعداء ربنا بارك طبعا كل قيادات مصر اللي ضحت من اجل مصر
وضحت من اجل تقدم مصر. وهنشوف النهارده برضو سياده اللواء بهير هيقول لي بقى شعوره ايه ايام ما كان في المعركه وايام ما كان في وسط المعركه. المدفعيه انا رجعتك لزمن بعيد ورجعتك في زمن اكنه امبارح اللي احنا شايفينه مع حضرتك وشايفين الحدث. والساده المشاهدين يهمهم يعرفوا حاجات كتير، لان احنا في هذا العصر في بعض الشباب ما حضرتش هذه الامور وما سمعتش عنها واصبح نسبه الانتماء عندها بسيط. قول لحضرتك شعورك كان ايه وانت في وسط المعركه؟ في الحقيقه انا لما اتخرجت كنا في الجامعه وسيبنا الجامعه علشان نلتحق لما طلبوا دفعه استثنائيه بعد النكسه مباشره في بعد 5 يونيو. تمام، احنا دخلنا الكليه 21 يوليو 67، اتخرجنا 3 فبراير سنه 69. حتى عملنا اغنيه للدفعه ان ايه، لبسنا الابرول ليله 23 يوليو عشان نزيل الدمعه ونجيب البسمه لمصر. اتخرجنا وطلعنا على الجبهه، كانت حرب الاستنزاف شغاله، عمليات عبور، عمليات ضرب مدفعيه يوميه، عمليات اشتباكات في العمق وعلى الجبهه. الحقيقه لما كنا بنبص للضفه الثانيه ونشوف العدو الاسرائيلي والطيران الفانتوم اللي كان بيغير علينا، وطبعا مسمي نفسه الذراع الطويله والعدو الذي لا يقهر، مش هضحك عليكم، كان عندنا شيء من الاحباط ان العدو ده هنتغلب عليه ازاي. ده قاعد على ساتر ارتفاعه 25 متر، قناه عرضها 210 متر. كان في مواسير اسمها مواسير النابالم في النقط القصينه، تمام، قالوا انها هتطفو على سطح القناه والناس هتوصل محروقه قبل ما توصل قناه السويس. الخبراء الروس اللي كانوا معانا بيقولوا لنا ده ضربه من الخيال، علشان لان اول موجه يروح منها 30% 40%، ثاني موجه يروح منها 20%. الله، طب هيفضل قد ايه؟ هيفضل مين يعني؟ مين وقتها يا سيادة اللواء جواك؟ نعم؟ ما حسيتش بالخوف جواك اللي انت خايف؟ لا، ما حسيتش بالخوف، لان الانسان الصراحه يعني كان عندك اتعلمنا خرجنا من الكليه واحنا ايه عايزين نشرب من دم اليهود وعايزين ناكل كبدهم وعايزين نحرر الارض. كان لي حظ ان انا ايه اخترت من سريه وحده الاستطلاع عشان نعمل ايه احدى عمليات العبور. احنا كنا في بلد اسمها ابو صوير على مسافه 20 كيلو او بالظبط، بيننا وبين القناه كنا نسق تاني. بس ايه، لما عملنا العمليه، تمام، الله، دي عمليه سهله قوي، ده احنا عدينا، تمام. واحد رجال الصاعقه البحريه الحقيقه كان معانا، هو اللي مد الحبل والقارب وامن عبورنا يعني. ومشينا 12 كيلو جوه واستطلعنا موقع ورجعنا تاني سلام. الله، ده العدو ده مش اللي هو لا يقهر، لا ده هيقهر ان شاء الله. لقيته ان هو ضعيف في المعركه. دي من ضمن الحاجات اللي القياده شفت تعامد بيها الروح المعنويه. بقينا لا، ده احنا ان شاء الله هنقابله وهنقهره، تمام، وهنحرر هذه الارض. كان سلاح حضرتك ايه وايه شعورك في الوقت ده؟ انا كانت ليا يعني الظروف الكويسه ان انا حضرت حرب 67 بالكامل. يعني انا كنت ضمن الضباط اللي هو 25 مظلات، وطلعنا شرم الشيخ يوم 16 مايو 67، وكنت انا في المقدمه بتاعت اللواء دي، وكان الواجب بتاعي ان انا اتمركز في مطار شرم الشيخ، كان مطار حربي. وبعدين بقيه القوات بتاعت اللواء انضمت بعديها بيومين او ثلاثه، هم استقرينا والامور كل الاوضاع كل الواحد دخلت وضعها، وكنا جاهزين لاي موقف دفاعي. كنا اساسا مهمتنا دفاع عن شرم الشيخ وجزيره تيران، وكان واحد من دفعتنا احتل جزيره تيران عشان يمنع مرور السفن الاسرائيليه من خلال مدينه تيران. انتظرنا يعني احنا بقى يعني تواجدنا من يوم 17 مايو لحد 5 يونيو. يوم 5 يونيو ما كانش عندنا اي حاجه عندنا، يعني كانت الامور مستقره بس كل الاوضاع والوحدات مستقره ومفيش اي تقصير، بالعكس كان كله مستعد لمواجهه اي هجوم. احنا بنتابع اللي حصل يوم 5 من خلال الراداوة الزوستر،
يوم 5 مفيش حاجه، يوم 6 مفيش حاجه، يوم 7 لقينا قائد اللواء عمل اجتماع للضباط، قال لنا اجتماع للضباط في خليج نعمة. خليج نعمة اللي بقى فنادق دلوقتي كان مركز قياده اللواء كان في خليج نعمة. قال كلمه واحده، قال يا جماعه انا جات لي امر مشير بالانسحاب بكره على اول ضوء. طبعا كانت نكسه بالنسبه لنا احنا، بقى كان شعور قاتل واحباط. احنا اولا جاهزين وكل المواقع بتاعتنا مجهزه وجاهزين لاي موقع. احنا امال ايه الاسلحه الفاسده اللي احنا سمعنا عليها برضو في الوقت ده؟ هقول لحضرتك، حتى قائد لو انا قال كده كان بيقولها باسى وحزن. يعني الراجل قال انا جات لي تعليمات مشير مشوار عامل طبعا ان يتم الانسحاب، ورئيس الاركان هيديكم جدول الانسحاب طبقا للتوقيتات على اساس يتم التحرك اول ضوء بكره. بكره امتى؟ يوم 8 8 يونيو. تمام. المهم حسب جدول التأثير كل واحد خد ميعاده امتى. انا كان ميعادي الساعه 7 الصبح، كان اول عربيه طالعه من اللواء اول ضوء بالظبط كان حوالي 5:30 تقريبا او 6 الا ربع كانت حركه، وكان في فاصل بيننا وبين بعض مده طويله. يعني الوحدات اتحركت، مفيش، يا دوبك الشمس بدات تطلع على الساعه 8:30 9 اللي هي ثاني طيارات سكاي هوك يهود ضربوا اللواء من اول عربيه في النص وفي الاخر. ده كان تتخيل منظر شكل اللواء. طبعا كان في احباط، خاصه ان طريق شرم الشيخ جبل الطور كان طريق ضيق جدا زي دلوقتي، طريق ضيق جدا وغير مهيئ، ويا دوبك حاجه كده لو في عربيه معدياك يعني ما تقدر، الطريق ما يسمحش الا عربيه بس واحده تعدي. طبعا كانت النكسه الحاله النفسيه كانت احباط كامل. المهم ما اطولش عليك، طبعا النكسه دي الواحد بقى ماشي ايه الحماس بقى ده حمسك اكتر ان انت تبقى متحمس. لا حاجه بقى عارف زي صقر بقى. طيب وبعدين احنا خلصنا في الحرب، المهم وصلنا السويس وبتاع، وبعدين جالنا قرار تاني ان انا كلنا اتنقلنا بقى الوحدات التانية لان خسارة كانت كتيرة جدا، وطلعت على الفرقة السبعة مشاة في السويس. حضرت كل الحروب بقى استنزاف بالكامل من اول يوم لحد ما قرروا العبور. طبعا يوم العبور ده كان يوم 6 اكتوبر، احنا عرفنا بالحرب دي الساعة 10 الصبح. 10 الصبح. وكان طبقا لخطة العبور ان احنا كنا هنعدي بكره، يعني النهارده 6 بالنسبه لي انا هعدي بكره 7 الصبح. من الحماس والاراده القويه اللي ما لهاش حل الواحد فعلا النهارده بتخيلها، انا كان الكلام ده حصل امبارح ما شاء الله. وبعدين العبور تم، العبور تم باعجاز. بدل ما كنا هنعدي بكره هنعبر بكره الصبح، عدينا الساعه 11 بالليل. ودي كان ايه؟ كان قائد ال كان شعورك ايه بس؟ يا نهار اسود مش ممكن. كان مين قائد فرقه بقى؟ كان العميد احمد بدو اللي هو بقى وزير الدفاع. الله يرحمه. كان هو عامل حسابه ان احنا هنعدي، يعني بقيت احنا الحاجات دي هنعدي على الصبح. فوجئ احنا عدينا بالليل الساعه 11. ولا تتخيل اولا احنا لك احساس بالسعاده انك انت عديت الشرق. الارض اللي انت كنت تشوف العدو فيها بيعمل يتحرك رايح جاي وبتاع ويطلع لك يعني بيستفزك، وانت بقى في اللحظه دي انت عديت. وبعدين ايه؟ بمجرد ما حصل العبور كل معظم النقط القويه اللي كانت عموده على الشط كله انسحب اليهود فيها، وحصل فيهم خسائر رهيبه جدا. كانت ليله للذكرى والتاريخ. نشوف برضو سياده الرائد سمير نوح طبعا، وهنشوف شعورك ايه وسلاحك كان ايه في الفتره دي، وانت كان دورك ايه وسط المعركه. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا بشكر حضرتك وبشكر الدعوة الكريمة الأستاذ يحيى اللي جمعنا مع أبطال عظماء ومع حضرتك اللي هتنشر بطولات لأبنائنا الشباب. دي حاجة جميلة حقيقة، وأعوذ بالله من كلمة أنا الرئيس سمير نوح أحد رجال الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة 39 قتال بحرب الاستنزاف وأكتوبر 73. حسب مقولة سيادة اللواء محمد إن عشان حصلت النكسة وحصل الانسحاب، معلش تدخلت حتة صغيرة، لأن كان اتضرب الطيران بتاعنا 80% على الأرض في ليلة 5 يونيو. اتضرب
طيارة 80%. لما يكون عندك 80% يبقى لا في لا تقدم لا دبابات ولا قوات ولا افراد، لان اي حد من غير غطاء جوي بيتدمر. فهو ده عشان كده حصل الانسحاب. وانا كنت في برضه في يوليو يا فندم، وكنت في شرم الشيخ سعادتك في هذا التوقيت، وكانت كتيبة من الصاعقة البحرية في هذا التوقيت، وانسحبنا في ناقلات جنود الى الغردقة. الحمد لله الشهيد ابراهيم الرفاعي قائدي، قائد المجموعة 39 قتال، قام بمجموعته ب 92 عملية ضد العدو الاسرائيلي. انا بكل فخر طلعت منهم 35 عملية من العمليات الفدائية الانتحارية بالمجموعة 39 قتال. كنا تبع لواء الوحدات الخاصة، ولما انتقينا كنا النواه الاولى، الصاعقة البحرية النواه الاولى في اختيارنا للمجموعة 39 قتال. كان بقيادة النقيب بحري اسلام توفيق قاسم، ربنا يديله الصحة حي نرزق، و القبطان وسام عباس حافظ كبير المرشدين في هيئة قناة السويس حاليا، ورحمة الله على اللواء ماجد ناشد كان برتبة ملازم أول وتوفى بعد الحرب. عشان ما كترش على حضراتكم، احنا عملنا عمليات كثيرة جدا، ضربنا مطار الطور بالصواريخ 4 مرات، منعنا جندة مائير نزول المطار، أصرنا أول أسير إسرائيلي على الجبهة المصرية في 25/8 سنة 68 يسمى يعقوب رونيه. وإحنا شعورك كده وأنت شعورنا إن إحنا سعداء جدا، علشان إحنا كنا بنحارب على حق وعايزين نسترد أراضينا. الأسير اللي إحنا أسرناه مات بعد تلت ساعة، بعد عبورنا القناة بتلت ساعة على طول، لأن زميله ليا رحمة الله عليه اسمه محمد شاكر صعب عليه الأسير من قوة التدمير، كان بينازع فسقى مية مع الانفجار مات على طول. يعني في عملية أنا بفتخر بيها لازم أقولها لسعادتك، وهي الأخذ بالصقر. الأخذ بالصقر للشهيد عبد المنعم رياض. قامت المجموعة بأوامر من الزعيم جمال عبد الناصر، ومن المرحوم اللواء محمد أحمد صادق كان مديرا للمخابرات الحربية، لابد من الاخذ بالصقر للشهيد عبد المنعم رياض. هجمنا على هذا الموقع، الموقع الذي يسمى موقع لسان التمساح، وهجمنا ليله الاربعين يوم 19/4/69، قتلنا كل من هو بالموقع بالكامل، وكان عددهم 44 جندي وضابط اسرائيلي. لان احنا ما نسيبش حقنا، كل من هو بالموقع قبل الشهيد عبد المنعم رياض. وبفتخر في كل مكان بقول انا وزميلي ليا اسمه هنيدي قتلت لو هو لوحدينا 30 من ال 44. يوم 6 اكتوبر في اخر ضوء قام الشهيد ابراهيم الرفاعي بثلاث طيارات معاه ابطال، ضربوا منطقه بلاعين للبترول وظلت مشتعله لمده 3 ايام، شوهدت من مدينه الزقازيق من الشرقيه، وحجبت الضوء والدخان حجبت الضوء عن مسرح العمليات، لا الاستطلاع الامريكاني ولا الاسرائيلي يشوف اي حاجه تحت في مسرح العمليات دي. كانت يوم 6 اكتوبر. سعداء بيك، وعايزين رساله اخيره بقى. ايوه الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا والشبابنا اللي موجودين والجيل الجديد اللي موجود، لهم ايه؟ لحب الوطن. لحب الوطن ملوش طبعا كلام، وانتماء للوطن ملوش كلام، بس انا عايز احفزهم واوريهم احنا الاول ضحينا من اجلهم، واحنا عايزينهم برضو يعرفوا ايه هم عايزين يعملوا ايه في الفترة اللي جاية. رسالتي لشبابنا بقول لهم يا ابنائنا، اعمامكم وابائكم واجدادكم بذلوا كل ما هو غالي ونفيس في سبيل هذا الوطن. جمال سيناء ارتوت بدماء الشهداء الابطال الابرار الذين ضحوا بحياتهم من اجل هذا الوطن، واحنا قمنا وسلمنا الرايه مرفوعه للي بعدينا. احنا بنحيي حضرتك والست اللي هو رساله اخيره للساده المشاهدين اللي بيشاهدونا ولشبابنا بالاخص، نقول لهم ايه؟ الشباب اتمنى بس ان هو يعني يستعيد هذه الذكريات ويعتبرها كقدوه ليه، ان يعني ان الايام الصعبه مهما كانت بتبقى يعني مهمه جدا ان هم يسترجعوها شويه، عشان الحياه مش كلها حاجه كده سهله، لا يعني ظروف الحرب دي ظروف قاسيه جدا، ولازم الشباب تعرف ان يعني ان لازم الجهاد يحصل، ولازم الناس تعتمد على يعني ما بلاش الرفاهيه زاد على زوم يعني برضك
يعني يشعر بالواقع شويه ويشعر بتحمل مسؤوليه. وسياده اللواء بهير بقى لو حاب يوجه رساله للشباب يقول لهم ايه؟ عايز اقول لهم ان انتوا ايامكم احسن من ايامنا كتير، لان التكنولوجيا وسهوله الحياه وبساطتها و و و واللي انت عايز تعمله بتعمله، فده يستدعي مزيد من حب هذه البلد وبالعزيمه والاصرار، ولما تحط هدف هتحققه. وزي ما قال ست اللواء، اقرا، لازم نقرا تاريخك وتاريخ اجدادك وتاريخ ابائك، تمام، اللي حققوا الانتصارات العظيمه دي، تمام، وهتمشي على دربهم وان شاء الله هتحققوا احسن من اللي احنا حققناه بالعزيمه والاصرار ان شاء الله. واحنا بنشكر حضراتكم معانا اليوم في لقائنا، وحضراتكم فخر لمصر كلها وفخر لينا ان انتم تكونوا موجودين معانا على شاشات القناه عندنا وبرنامجنا بالاخص. وانا برضو بوجه رساله اخيره واقول لكم، اللي بيحب مصر يخاف على مصر. بنعمل افلام احنا مسمين او التايتل بتاعها او العنوان الرئيسي بتاعها رجال من ده، انما هي بتنقسم في داخلها الى حوالي لغايه دلوقتي ثلاث سلاسل. السلسلة الأولانية بنتكلم فيها عن كبريات المعارك التي حدثت أثناء حرب الاستنزاف و73، وبنحاول إنها تكون يعني وثائقية، بحيث إن احنا بندرس المعركة اللي تمت، بنشوف الأبطال اللي نفذوا هذه المعركة، بنحاول نجدهم أينما كانوا في جمهورية مصر العربية، وبنحاول ان احنا نجمعهم بحيث ان هم يعني مش اقل من 3 يكونوا نفذوا هذه المعركة، على اساس ان يعني يبقى الكلام اقرب الى الحقيقة. ممكن اتعرف حضرتك؟ بتشرف بيك، انا اللواء محمود احمد كمال الدين. احنا طبعا وقت الحرب انا ما كنتش لسه دخلت الكلية الحربية، ولكن احنا دخلنا بعد الحرب مباشرة. كان شعورنا ان احنا يعني كنا امتداد للبطولات اللي احنا سمعناها طبعا في الحرب. لنا قرايب استشهدوا في الحرب، لنا قرايب خاضوا الحروب ديت، ونقلوا لنا البطولات اللي كان الجيش المصري بيعملها. فكنا احنا يعني واثقين ان احنا بنقدم روحنا لبلدنا وبنقدم روحنا فداء لوطننا، وان احنا امتداد لقرايبنا اللي ماتوا واللي استشهدوا يعني. فكانت يعني شعور جميل يعني. انا اللي وصلنا الحضري من الظلات، خدمت في مظلات الساقة، حضرت حروب من اليمن 67 للاستنزاف وحرب اكتوبر وما بعد حرب اكتوبر. الاول يعني 67 كانت يعني نقطة انطلاق مش نقطة نكسة. طبعا كان شعور رهيب نفسيا وجسديا راح تعب، لا خلاف طبعا. كنا يعني حاسين احنا مقصرين، مش احنا مقصرين، ما شفناش تقصير مننا يعني. القوات اللي معانا، الناس اللي معانا، الضباط اللي معانا، العساكر اللي معانا، الجنود اللي معانا، كانت الجندي المتطوع والمجند معايا من ساعة ما اتخرجنا، هو كان معايا من 65، هو اللي كان معايا في اليمن، وهو اللي استكملنا بيه الاستنزاف، وهو اللي استكملنا بيه 73. وبدأت طبعا زي ما انت عارف بمعركة راس العش والمعارك الدوريات، ونطلع نجيب أسرى ونرجع. كل الكلام ده حسينا ان اليهودي او القوات اليهودية دي ليس لها القوة اللي بيتكلموا عليها انها اقوى جيوش الارض، كل الكلام ده كان كلام فاضي جدا. واللي ابهرني هو الشعب المصري، الشعب اللي بيقاتل معايا واللي في ظهري. اللواء اركان حرب عاطف محمد جديد، من قوة ضباط المدفعية في اثناء عمليات 73. بالنسبة لحرب 73، انا كنت في هذا التوقيت قائد لاحد الوحدات المقاطعات الموجهة المضادة للدبابات. وعينا الشائرة الكبيرة استاذة تغريد جت من لبنان مخصوص عشان مصر. مصر لما تكون بخير ولما تكون هي يعني محمية من كل حاجة، يعني الدول العربية كلها محمية، احنا بنعتبر حقيقي مصر هي يعني
مثل امنا ام الدول العربيه كلها وبلبنان بيعشقوا مصر وبحبوا الرئيس السيسي بالذات كمان بيقولوا يعني بيتمنوا انه يعني حد يقدر يعمل في لبنان زي اللي بيتعمل هنا ان شاء الله يا رب الوطن العربي كله يكون بخير يا رب وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر حبيبي. معانا الأستاذ يحيى الأنصاري عايزين نتكلم مع حضرتك عن أهداف المؤتمر وليه احنا متواجدين هنا في أسيوط. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يوم عظيم من أيام التاريخ بالنسبة لي لتكريم والاحتفال والاحتفاء بقادة مصر العظام لحرب أكتوبر المجيد. طبعا الناس ديت والقامات المصرية الأصيلة اللي قدمت لمصر الفخر والتاريخ والأمجاد واستردت الكرامة والشرف واستردت الأرض من العدو الغاشم الصهيوني إسرائيل. الناس ديت يعني لابد الاحتفاء والاحتفال بها على مر التاريخ لأن احنا باللي عملوها عايشين في عزة وفي كرامة وفي أمن وفي أمان وفي رخاء. فالنهاردة كان لي الشرف وعظيم الشرف ان انا استضيف مجموعة كبيرة من قادة حرب أكتوبر العظيمة 14 لواء أركان حرب من قادة العمليات رأس العش والسبت الحزين في حرب الاستنزاف والممر قائد عملية الممر والمعركة الصينية قائد المعركة الصينية ونخبة كبيرة وكوكبة عظيمة من رجال القوات المسلحة أبطال حرب أكتوبر العظيمة. احنا سعداء جدا بلقاء حضرتك معانا وعايزين حضرتك رساله للشباب اللي قاعد في بيوتهم وقاعدين وما بيعملوش اي حاجه تحب حضرتك تقول لهم ايه. والله مصر تستحق منا الكثير والكثير ويعني الشباب عليه دور كبير لان الشباب مغيب من جيل واثنين وثلاثه في المراحل السابقه الشباب مغيب شباب بيندفع وراء التقليد الاعمى للي الوارد لينا من دول الغرب من العادات السيئة وسايبين التقدم وسايبين التكنولوجي وسايبين الأخلاقيات والشهامة اللي كان يتصف بها الشعب المصري والكرم والمروءة. فالشباب لابد أولا الانتماء ثم الانتماء ثم الانتماء لمصر للدولة.